انا من توا نقول لك مش يلعبوا 15 16 لاعب، 11 موجودين وبعمل ماتش ثاني باش يغير زوج ثلاثه ملاعبين مع لي شونجمون، دونك مش تدور في 15 16 فوار 17 لاعب في الماكس، دونك فما 10 11 لاعب يزين بهم مزينين وبرا. المهم انكم تاع ماخذه الخاطر بلوز بلوز هذه ملاحظه بشكل عام، وتاو بعد لي روتور تاع مالي وان شاء الله نتاهلوا نرجعوا للكلام والتسجيل نتاعي هذا اللي قلته. مشكل حراسة المرمى في تونس حاليا أنه ما عناش حارس يتفوق على البقية. المستوى متاع خمسة ستة حراس متقارب، فيهم الأربعة الموجودين توا هكا ولا لا، وفيهم فاروق ولا بن شريفية اللي كان يلعب ويقاب، دونك عنا ستة سبعة حراس في نفس المستوى، ما عندكش حارس يفوقهم باش نقولوا هذا الحارس الأساسي. هذه نقطة مهمة. أنا بالنسبة لي أنا التفكير متاعي ماشي أنه بن سعيد مش يكون هو الأساسي في الماتش الأولاني بتاع المالي، هكا تفكيري أنا. الماتش الثاني نجم يتبدل معناتها؟ لا لا، حسب البرفورمانس. إذا كان مش يلعب مليح في المالي غاديك أوتوماتيك مو علاش بن سعيد، لأنه أفضلهم على مستوى الكرات العالية. على مستوى الكرات العالية هو تقريبا أفضلهم، افضل الحراس هذوما في الخروج والتايمين كل واحد نتاعو. لا ربما انا تفكيري هكا، ربما نكون صحيح ربما نكون غلط. اجماع على الدحمان بطبيعه الحال التالق نتاعو مع السي اس اس، اجماع على الجمل بطبيعه الحال التالق نتاعو مع النجم، رغم انه دحمان والجمل في الماتشات الاخرين مع بيراميدز ومع الاسبيرانس قاموا باخطاء فادحه حسب رايي انا، رغم تالق الجمل ولكن انا اعتبر انه قام باخطاء. لكن مردونك بن سعيد بالنسبه لي كنت وزوز حراس تبقى الاشكال في معز حسن. علاش معز عيط له؟ لانه عنصر من عناصر المنتخب الوطني، كان يعرف المجموعه، رجع للنادي الافريقي مردوده على غرار النادي الافريقي ماهوش كبير برشا، وهنا معناها ربما تطرح تساؤلات. مردوده ما كانش مردود كبير جدا معناها ممتاز، ولكن عودته للكومبيتيسيون خليته يكون موجود.